بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده في على السريع كده عملت لكم أو جمعت لكم كل المذكرات اللي عندي أو المهمة من في لجميع المراحل الدراسية اللي من أول تالتة ابتدائي لحد تانية إعدادي، تمام. في طبعا مذكرات للغات وفي للحساب العربي، مذكرات كويسة جدا. كل عليك ان انت هتضغط على الرابط الموجود في وصف الفيديو على المذكرة اللي انت عايزها، هتخش مثلا على الموقع ده علشان لو الناس اللي ما بتعرفش في التحميل. طبعا هنا جايب بريفيو للمذكرة، طبعا هتضغط هنا على انشاء رابط التحميل. كل اللي انت هتعمله هتضغط عليه بس، وبعد كده هو هيحمل بس كده. هي الملازم دي كويسة جدا، كويسة جدا 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 كمان. خلاصة تنجز في الوقت، ما فيش فيها أي جانب تقصير فيها، من ضمن بالذات مذكرات اللغات وبالذات أولى إعدادي هتلاقي، وستة ابتدائي وخمسة ابتدائي برضو فيها كل اللغات، كل اللي مرفوع هنا هتلاقي فيه شوية مسائل متفوقين كويسة جدا. أتمنى يا رب إن أنتوا ما تنسوش إن أنتوا تضغطوا على زر اللايك أو اشتراك في القناة، عشان بجد الواحد بيتعب لما بيعمل فيديو واحد أو بيجمع لكم الحاجات ديت، فما تبخلوش على الواحد باللايك لان ده بيشجع. اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.